إذن مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات. كنحييكم مدينة السعيدية كما كتشوفوا في هذا الشاطئ الجميل، ولكن للأسف هذا الشاطئ اللي خدا بزاف ديال الأرواح. الناس ما كتسمعش الهضرة نتاع الميتر ناجور. حنا بالقرب بالبلاصة اللي وقعت فيها واحد الفاجعة اللي غرقوا فيها مجموعة ديال الشابات وواحد الشاب، التي راجت كما كنقولوا حنايا الهضراب، لانه ميتر ناجور وبعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الصفحات اللي كتهتم بالاخبار ديال المنطقه الشرقيه. معنا الاخ والفاعل الجمعوي واللي عنده دي طايب، كان حاضر بطبيعه الحال، اللي غادي يعطينا مجموعه ديال المعلومات والحقيقه الكاميرا. حنا الدور ديالنا قناه شوف تي في اننا نوصلوا الحقيقه. يعني اليوم كان مفاجاه صراحه على الهويه ديال الشخص الذي دخل لإنقاذ الفتاتين، وهو زاد السيد هذا راه دخل ينقذ أربعة ماشي غير فتاتين كما كنقولوا حنايا. خويا بعدا شرفنا بالاسم ديالك ومرحبا بك. مرحبا بكم وأنا مرحبا بي عندكم، وكنشكركم بعد البادرة هذه. كنشكر القناة تاع شوف تي في، الحقيقة نعتبرها الدار الكبيرة، وصراحة يعني قناة عندها مصداقية. شوف بعدا قبل ما غادي نبداو كنشكرك على المقدمة. الاسم بعدا حميد بن مالك، 46 سنة. 46 سنة حميد. أنا المعطيات اللي عندي أولية راجت على أنه جوج تاع البنات ياك وميتر ناجور اللي يدخل يسلكهم ماتوا بثلاثة. هذا الخبر لا أساس له من الصح. طلع شوية ميكرو. هذا الخبر لا أساس له من الصح. أولا الحقيقة اللي احنا ديناها من عند المسؤولين تاع الوقاية المدنية أنه ربعة ديال البنات اللي غرقوا، وهذا الشاب اللي دخل اللي كانوا يقولوا راه ديرها ميتر ناجور دخل باش يعني يساعدهم، ولكن حتى هو مات. هذوك ربعة ديال البنات ميتر ناجور. يعني شاب عادي بغى يعني أي واحد يتطوع، حتى حنا تشوف واحد غرق ولا تمشي تطوع، حنا راه مسلمين ومغاربة فهمت. هذا الشاب هذا بغى يسلك هذوك البنات، حتى هو طاح في ديك الساقية مات. ألور هاد البنات هادو جوج خرجهم واحد الميتر ناجور تبارك الله عليه، وجوج خرجوا ميتين ماتوا صراحة الله يرحمهم. العمر بيدي له والبحر كياكل العوام. هذاك الدري بقى واحد يعني تقريبا واحد الليلة ولا هما كيقلبوا عليه. رجال الوقاية المدنية مشكورين، السلطات المحلية، أعوان السلطة، كاع داروا خدمتهم على الأمن الوطني. الناس راه ما نعسش ديك الليلة هذيك. هذاك السيد حتى الغدا وجبدوا واحد السيد من المحطة السياحية، جبدوا بواحد الطريقة هوليودية صراحة. يعني الناس تبارك الله عليهم كيديروا خدمتهم، وملي كنصوروا في التليفون كيجاوبوا، ولكن المشكل اللي بقى مطروح هو غياب الميرادور. هانتوما كتشوفوا الجماعة كدير الميرادور، ما بقاوش كيديروا الميرادور. هذوك اللي كيجلسوا فوقهم الوقاية المدنية باش يشوفوا من الفوق، باش يشوفوا من الفوق. ما كاينش من عادمين، ماشي غير قلال. كاين مثلا حاجة أخرى هي هذوك البلايك اللي كديرهم الجماعة. نعقل أنا في ليزاني 90 95 كانت الجماعة دير شي بلايك مثلا انتباه هنا مكان خطير، فهمت؟ هاد البلايك ما بقاوش كيديروهم الجماعة. كانت الجماعة تساهم بواحد تقريبا 20 معلم سباحة، يعني السنوات الفارطة ما بقاوش كيساهموا بهم. ودابا حتى دوك المصطافين، أنا لا أقصد كل المصطافين، أقول بعض المصطافين، ما نعموش، كاين المصطافين تبارك الله عليهم كيجيو عند الميتر ناجور، باسكو أنا عندي خوتي توام يخدموا ميتر ناجور هنا، كنمشي نجلس معاهم مرة مرة. تصفر عليه يقول لك أودي راني نعرف نعوم، أودي البحر راه كياكل العوام، وملي كيخرج كيبقى يعطي الهضرة للميتر ناجور، ولكن لا أقصد الكل، البعض. لهذا نطلبوا المصطفين الكرام انهم يسمعوا الهضره تاع الوقايه المدنيه والمؤطرين والمسؤولين، زعما دايرين بادلين مجهودات جباره. انا لا اصفق للباطل، انا ما عندي حتى علاقه مع شي واحد ولا يعني شي مسؤول، ولا انا ما كيحرضني حد. ما انت يعني كتحكي لنا الواقعه اللي تشافت وهادشي جا على لسان المسؤولين تاع الوقايه المدنيه، راهم ماشي معلم سباحه، لكن كاين بعض المواقع التواصل الاجتماعي ما كيديروش سماواتهم. راه اللي بغى يكتب يدير سميتو باش حتى الهضره ديالو تكون عندها مصداقيه. دابا راني من هذا نهضر معك مباشره، ما مخبيش انا، فهمت؟ كنهضر معك مباشره، لان واحد للاسف يعني معلومه مغلوطه. لا معلومه مغلوطه، حنا دينا اربعه اللي غرقوا، جوج خرجوهم حيين وجوج مساكين ماتوا الله يرحمهم. هاد البنات هاد الاربعه شحال يكون في اللاج ديالهم؟ الاعمار ديالهم ما بين 13 وواحده ما بين 18 عام، جوج ديال البنات يعني، وعلى ما يقال انهم عائله واحده، ولكن الله اعلم. دابا هاد المنطقه اللي غرقوا فيها كاين واحد الساقيه، فهمت؟ زعما ساقيه باش الساقيه كتدخل كتكون داخله في البحر، وهذيك الساقيه نطلبوا من الوقايه المدنيه في البلاصه فين ما كانت. حنا كنشكرهم على المجهودات، ولكن فين ما كانت شي بلاصه فيها الساقيه يديروا فيها على الاقل ثلاثه ديال الدراري ولا اربعه. نورمالمون يكونوا ثلاثه في لازون، واحد يمشي يتغدى، واحد ينعس، واحد راه الله يكون في العون. إذا مشى واحد يتغدى بقى واحد بوحده راه صعيب الحال. ولكن هذا سيرتو بعض المرات انا كنمشي عند خوتي هنا تو نجلس معاهم كيطيحوا سته سبعه نواي، وربي كيسلك يعني صراحه. كاين تبارك الله يقول السعوديه اللي عموم مزيان، كاين ولاد جراده اللي عموم مزيان، بركان مجدة كاين مختلف، وكيديروا امتحان يعني قبل شهر خمسه كيديروا امتحان.
ونتمنوا ان شاء الله المسؤولين يبقاو يخدموا حتى هكذا واحد 10 يخليهم على العام، ولان السعوديه راه بدات كتعمر. ودابا المشكل اللي كاين هو كيقول لك اودي كي توصل 35 سنه ما تخدمش، هذا خطا زعما دارته الاداره، خصها تصحوا لنا 35 سنه هذيك هي المرحله ديال العطاء، فهمت؟ نعقلوا حنا بكي اللي ميطراجو كيخدموا على 40 45 سنه وتبارك الله يعوموا مزيان، لكن هذه المعلومه هذه راه خاطئه. حنا رجال الوقايه المدنيه مشكورين، عطاونا المعلومه بان سيد ماشي ميطراجو، يعني هذه اشاعات تروجت. الناس اللي جاو للسعوديه مرحبا بهم. كاين اللي شافوا كيما زعما مشى ينقدهم قال راه صافي ميطراجو، وهذه راه وقعت واحد العام قبل ما يبداو يخدموا كاع الدراري اللي ميطراجو، كان عندنا الكوفيد وقعت، كان واحد مشى يسلك شي وحدين هو مات وهما مساكين عاشوا، هذه الحوايج كيوقعوا. لكن هنا هذا الاكتظاظ اللي كاين وكل شيء خصهم يسمعوا للوقايه المدنيه، خصهم يسمعوا للتعليمات تاع الوقايه المدنيه، المعلم السباحه، المؤطرين، والله العظيم الا دايرين مجهودات جباره قسما بالله. حنا ملي كنهزوا التيفوكازون والبومبيه كيجاوبوا في البلاص صراحه، هذه صراحه ما هذه يعني ماشي راه حنا نجاملوا بدون مجامله، ولكن المشكل اللي كاين هو مثلا خصهم ما بين لازون لازون يديروا مثلا ثلاثه المعدات شويه قلال، مثلا هذا سيرتو هذا الميرادور، الميرادور كيطلعوا فوق من الوقايه المدنيه باش يشوف يبان له ولا كان شي غريق ولا شي واحد يطلب النجده ولا يبان له. انا من هذا المنبر صراحه كنحيي رجال الوقايه المدنيه بزاف صراحه، كيبدوا على المجهودات الجباره والحمد لله، راه كيولا السعوديه خدامين يعني ولاد جراده ولاد بركه، الناس كاع كيعوموا، فهمت؟ راه كاين اللي يعرف يعوم في لابيسين، كاين اللي في البحر، حتى اعاده النظر. ودابا المشكل حتى الجماعه كتساهم بواحد 20 ولا شحال هذه اليوم، مابقاش كيساهموا الجماعات. وهاد الناس اللي كيكتبوا خويا الله يجازيك بخير، راه ما كاينش غير البحر، انا عندنا النظافه خويا، نظافة الأخ ديال النظافة، بحال دابا ملي كتخرج شي قناة ولا شي إذاعة كيجيبوا من هنايا شي بلاصة نقية كينقيو لهم ويوجدوا لهم، راه حنا أهل مكة درابي شعابها، حنا اللي نعرفوا السعودية، راه كاين بعض الأحياء والله العظيم إلا بغيت نديكم القناة تاعكم شوف تيفي تضربوا واحد الجولة تحشم كاع تدخل تصور أصاحبي، الحي ديالنا حي قيوة الدراق، الحي ديال مجيت الفندقية، مجيت الحي ديال العرفان، مجيت الدوار ديال طنجة، راه مشكلة أستاذ الكريم. كاين بعض الترويات اللي ما كيغسلوهم شرف الله مقامكم، بعض الأحياء كيغسلوهم، يغسلوا الترويات فين كيغسلوا المسؤولين، وبعض الأحياء ما كيغسلوهمش. بعض المرات كتكون جالس أنت في القهوة كتشرب قهوة ولا أتير تفطر، كتفاجأ بواحد الروائح كريهة شرف الله مقامكم وشرف الله قدركم. يعني إذا كاين أزبال في السونتر فيل، كاين مازال كاين حتى لا مارينا اللي يخدم هنايا. ايوا الشركة في الحقيقة خاص الجامعة هي اللي تراقبها، نورمالمون حنا ما عندنا تعلق بشركة شركة بلا ما نذكر الاسم ديالها، بلا ما نذكر الاسم ديالها معروفة مهم، خاص الجامعة هي اللي، لأن الجامعة هي اللي عطيها للآخر. حنا عندنا واحد الطروم جيتنا والله العظيم إلا ما عمرو غسلوه، شرف الله مقامكم، عندنا شي بلايص مسخين، راه ماشي بقاو يبينوا غير شارع محمد الخامس ولا بلا شارع الحسن الثاني، أولا ذوك الناس اللي كيجيو مثلا برا لي زيميغري، ملي كيشوف السعودية هكذا كيعدلوا البلاصة للإذاعة ودي الإذاعة تصور، يقولوا دي السعودية راه كومسا دائما هكذا على العام، لا راه حتى المحطة السياحية دابا كون ديك في الظهر ديال واحد الشركة بلا ما نذكر الاسم ديالها، راه تلقى ديال الأسباب شرف الله مقامكم، راه فضيحة كبيرة، كارثة كبيرة. بهذه المناسبة نطلبوا من المسؤولين المنتخبين، هاد الناس اللي انتخبنا عليهم، راه ماشي عيب حتى هما يديروا شي حاجة مزيانة نصفقوا عليهم، حنا ماشي ضدهم. يعني بغينا نقولوا حنا الشركة ما قايماش الدور ديالها. ما قايماش الدور ديالها، سيرتو في الأحياء الشعبية، حنا هاد الناس شوف أنا بصراحة أنا ما جيتش أنا باش نوصل رسائل سياسية ولا خطابات سياسية، ما عندي حتى علاقة بالسياسة، نحترم جميع المسؤولين، نحترم المنتخبين لا الفريق المعارضة ولا اللي مكتب مسير، نحترم الكل، عندي غير على بلادي. فهمت؟ انا بغيت نشوف المدينه ديالي نقيه، واش حنا هاد السعوديه نستقبلوا السائحين غير بالرايات، نستقبلوا من الرايات نبنتلو لهم؟ راه خصها حوايج اخرين، خص ما يدار في السعوديه، الحمد لله عندنا هذا البحر هذا. وكنوجه واحد الرساله للمسؤولين الله يجازيهم بخير، المسؤولين سواء في بركان ولا في السعوديه يديروا لنا واحد اللجنه توفر فيها الشفافيه والنزاهه باش يراقبوا هذه المقاهي الشاطئيه، كاين بعض انا لا اقصد كل المقاهي، كاين بعض المقاهي الشاطئيه اللي مستغلين واحد المساحات غير قانونيه والقلم مرفوع عليهم، ما كاين لا حاسب لا راقب، بعض المقاهي يراقبوهم ويراقبوا حتى الاثمنه، كتلقى القهوه 20 درهم، الراجل يمشي للقهوه يجلس مع ولاده ولا يمشي ياكل دجاجه ولا يقول له 100 درهم ولا 150 درهم عمره ما غادي يولي، لان ملي يعني انت كتنادي الصحافه المحليه المسؤول انهم يهضروا على الحوايج اللي كاينين، يهضروا على ماشي غير بحر، البحر الناس دايره خدمتها. راه حنا وصراحه بهذا المنبر كنوجه واحد الرساله، واحد الشكر كبير لعناصر الامن الوطني صراحه والله العظيم اللي دايرين فوق جهدهم وحاضيننا، من ما الدور تلقى الصطافي ديك لا موطويات لي فيلو على الكواد صراحه في لابلاج الامن الوطني دايرين خدمتهم وكنحييهم بزاف بكل صراحه، كنشكرهم بزاف. ولكن بصراحه عندنا المجلس ناعس شويه ما دارش خدمته تعيامات كيما كان، نتمنى واش على هذه الرساله، انا ما عنديش حسابات سياسيه ولا محقي، انا صوت معاهم ومحقي واخا ما صوتش معاهم. احنا دابا حنا المغاربه واه غير اللي ناضي يهضر
كيقول لك حسابات سياسيه. ما عندي حتى شي حسابات سياسيه، انا ما بالعكس انا صوتت عليهم ويديروا شي حاجه مزيانه نصفقوا عليه، انا احترمهم كلهم، لا فريق المعارضه ولا المكتب المسير. وواحد القضيه اخرى الله يجزيك بخير اخويا، حتى نطلبوا من هاد المسؤولين يعني يديروا لنا واحد اللجنه عاود تراقب دوك السيارات نتاع الجامعه، راه كاين واحد التسيب اصاحبي. راه انا كنت مريض في الدار، انا شخصيا كنت مريض في الدار، عيطت على اللومبيلوس تاع الجامعه والله ما عطاوها لي، بقيت في الدار حتى عيطت على البومبيه وجاو عندي مساكين بالدار رفدوني. هذه غير واحد الشهرين تقريبا. ها هو البومبيه قايمين بالعمل ديالهم كثار، كاين ينقذوا الناس بزاف بزاف، ومع الناس اللي مرضوا عاوتاني. وملي كتقول ذاك المسؤول كتعيط له ودي ما تعيطش، انا روح عيط للمسؤول الاخر، واش انا غادي نعيط على 10 ديال الناس باش تجيني لومبيلونس؟ راه نورمالمون لومبيلونس قابل غير البحر، وشحال هذه كانت الجماعه المحليه كتحط لي زومبيلونس في الشط هنايا باش يتعاونوا، باش يتعاونوا. انا اللي ولد السعيديه راه 46 سنه فهمت، ونتمنى ان شاء الله الوقايه المدنيه يخدموا لنا الدراري على العام، واخا غير 10 ديال الناس ولا على العام، لان السعوديه كيجيو الناس في الصيف كيجيو في مارس في ابريل. حتى كانوا مستوصفات صغار، كان واحد عندنا واحد المستوصف هنا في السعوديه، لا كانوا في الشاطئ كانوا يديروا بحال شكل الهلال الاحمر، الهلال الاحمر، وكانوا حتى ذوك الميترناجور مساكين عليهم القياطن فين باتوا، دابا تبدلت الامور وكل شيء. المهم نتمنى ان شاء الله رساله تود الاذان صغيره ان شاء الله. يعني انت جاك الحنين للعهد؟ انا جاني الحنين للعهد القديم، لان غادي نقول لك علاش. اولا انا ولد السعوديه، وهاد الناس هادو رحنا صوتنا عليهم ورحنا قطعنا معهم الصباط بهذه الطريقه هذه، حنا ما كنطلبوا من حتى شي حاجه، يكونوا مخلصين لله سبحانه وتعالى ويكونوا مخلصين لجلاله الملك ويقابلوا البيرو ديالهم واللي جاي يستقبلوه، ما يفرقوش بين هذا وهذا. راه عندنا يعني حسابات سياسيه، هذا هو المشكل. دابا حتى طروا ديال الزبل، شرف الله مقامكم وشرف الله قدركم، ما كيغسلوش، كيغسلوا غير في الاحياء اللي كيسكنوا فيها المسؤولين. مره اخرى كنوجه رساله للمسؤولين، راه المقاهي الشاطئيه فيها تسيب كبير والقلم مرفوع عليهم، وعينا ما نشكيو ولكن تبقى دار لقمان على حالها. وفي الختام كنشكر الامن الوطني بزاف، يعني ماشي باب المجامله، دايرين مجهودات جباره. شوف صراحة هذه صراحة، هذه الشكر الجزيل لرجال الأمن الوطني، الوقاية المدنية، الوقاية المدنية، رجال دارك الملك كلهم. في الداخل كانت واحد الأكسيدون، واه الله عليهم، يعني تبارك الله عليهم كلهم، ريقلوا لا سيركيلاسيون المسائل وهذه، تبارك الله عليهم. يعني باش نتمناو أستاذي الكريم، نتمناو السلطات المحلية، راني غير شفت من غرق هذاك الولد بقاو يجبدوه باش يقلبوا عليه ويجبدوه، راه الأمن الوطني، السلطات المحلية، أعوان السلطة، الناس راه ما نعسش ديك الليلة هذيك. نتمناو غير ذاك المستوصف ديال السعيدية الصغير اللي عندنا يديروا فيه لا بيرمانونس، لأن بعض المرات كيكون الضغط على السبيطار، حنا عندنا غير شهرين ديال الصيف. ونتمنى ان شاء الله كما راهم يطبقوا القانون بجميع حذافيره على المظله الشمسيه، المظله الشمسيه عندها جمعيه وعندها قانون وعندها رئيس تاعها، وهذاك الشيء غادي منظم، انا لا اصفق للباطل، يطبقوا القانون حتى على المقاهي اللي خدامين دايرين بزاف. دابا لو كان مشيو انا نصوروا تشوف، انا ماشي كنكذب عليك، انا ولد السعوديه، راه كاين بعض المقاهي اللي مرفوع عليهم القلم بكل صراحه. وفي الختام كنشكر شوف تي في اللي كنعتبرها هي الدار الكبيره بكل صراحه، وكان نحيي صاحب الجلاله عز الله ونصره، لان احنا خلدنا مؤخرا في 23 جويه عيد العرش المجيد، نطلب الله سبحانه وتعالى يطوف عمر سيدنا ويحفظوا لهاد البلاد هذه، ونطلبوا المسؤولين يكونوا مخلصين لله سبحانه وتعالى ومخلصين لجلاله الملك، ونطلبوا من هاد المنتخب اللي الناس اللي صوتنا عليهم يبقاو في الموقف ديالهم ويهتموا بنا، ماشي يهتموا غير بالمحطه السياحيه ولا بجهه اخرى. وهذا الشيء اللي كاين، راه ما عندي حتى حسابات سياسيه ولا انا مو البلايك بعد سيرتو هذا بلغوا التعازيم للعائلات ديال الناس اللي ماتوا خوتنا. شوف حنا ماذا بينا الاخ الكريم، حنا شوف هذه عامين ديال الكوفيد ما شفناش البحر تقريبا، ولا كانوا يسد حل سد حل، حنا نتمنى حتى شي واحد ما بغينا شي واحد يجي للسعيديه ويدي معاه ولده صغير ميت او اللي يخليه مفقود. نتمنى من المسؤولين وسيرتو المنتخبين يلصقوا البلايك لي ميرادور، راه السعيديه صراحه المجلس عندنا ناعس بكل صراحه، هذه كلمه حق اقولها، احبه من احبه وكريم من كريم. وشكرا.